شمسي أنت سلطاني وقمر الساطع، أنت حياتي، أنت فرحي، وأنت النور الذي يضيء دربي بهذه الحياة. مولاي أنت سلطان القلب والروح أيضا، لا معنى لوجودي بدونك. اشتقت إليك فعد إلي، عد إلي سريعا، عد لوردتك الجورية. حبيبتي، وردتي، اشتقت لك يا سليمان، ليش تأخرت؟ دستور جلالة السلطان سليمان المعظم. ست الكل. يا حبيبي، أخيرا رجعت. بشكر ربي إني شفتك مرة تانية، اشتقت لك كتير. أنا رجعت من الموت بفضل دعائك ومحبتك لإلي يا ست الكل، واللي حماني أكتر هو رضاك. خديجة، وقت خبرتني هيام عن حملك ما بتتخيل قديش انبسطت. يمكن هالخبرية سبب انتصارنا، بس إن شاء الله الولد منيح. مولاي، بوجودك رح كون أحسن. إبراهيم كتير مشتاق لك، عم يستناكي بالحديقة الخاصة. الحمد لله على السلامة مولاي، الله يخلي لنا اياك ويديمك فوق راسنا. شكرا يا مصطفى، انا اشتقت لك كثير وخفت عليك. وانا اشتقت لك كمان، بوعدك ما عاد نفترق بنوب. ان شاء الله بالمرات الجاية رح اخذك معي. هيام، كيفك؟ مولاي، لو تعرف قديش تعذبت بغيابك. كنت عم عد الساعات لشوف نور وشك يا سلطاني. نحن هلأ صرنا مناح. بيزيد حبيب قلبي، هيام اشتقت لك، اشتقت لك كتير. انت فرحتي وسعادتي وشمسي وقمري وروحي ونور عيوني، قلبي، رفيقة دربي. انت ملاكي وسلطانة روحي، كل شيء لك، عقلي وقلبي وفكري وروحي
أنت فراشتي وأميرة حياتي وربيعي، جايكي وفاتح إيدي لقلك بحبك. الشعر يلي كنت بعت لي اياه هو اللي خلاني اصبر على غيابك. تستاهلي اكثر، كل شعر العالم ما بيكفيكي. شو هاد؟ هاد جرح؟ قبل الحملة تعرضنا لكمين. يعني لو كان صار لك شي يا مولاي، أنا كيف كنت بدي أتحمل هالشي؟ بحبك. حضرة الباشا. سلطانة، ما بتعرف قديش مبسوطة برجعتكم يا باشا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عن إذنك يا سلطانة هويام، نيلوفر لإلي وقام فوراً. سلطانة السلطانات هيام خانم، امريني يا ست الكل. انت وين كنت غاطت؟ دوروا عليك كتير وما لقوك. عم يقولوا هيك قصداً سلطانة. في ناس هون ما بدهن ياني قريب منك، صدقيني. ماشي ماشي، اسكت واسمعني. وينه بقى يعقوب أفندي؟ ليش لهلأ ما إجا؟ من شوي بس واصل من عنده، وأنا تركت له خبر، بس هو مو مبين، مختفي. وقام؟ هاد مو حكي نهائيا. بكرة بدي إياه يكون هون. لا تخليني شوف وشك لتجيبه. أمرك سلطانة. سلطانة، شو هدول فريال؟ بعتوني على قصر إبراهيم باشا مشان السلطانة خديجة، قال ولادتها قربت. قرار منيح، هيك ما عاد نشوف وشك. سلطانة، ما بستحق منك كل هالقسوة، أنا دايما كنت صادقة معك. ولهيك لجأتي لناهي الدوران؟ فعلاً وصادقة كتير. قديش إيدي صغار وحلوين، قوية بيازيد، ابني الغالي. نيلوفر، نيلوفر، بيزيد صار لازم ينام. يا رب احميه. آمين. جرحك صار منيح مولاي؟ لو بتعرف قديش أنا بخاف عليك. وقت كنتوا بالحملة يا مولاي وصلنا أخبار كتير على القصر،
كل رعاياك عم تحكي عن بطولات إبراهيم باشا وقوتو. عم يحكوا كأنه إبراهيم باشا هو وحده يلي حقق لك النصر الكبير بالمعركة. معقول يكون إبراهيم باشا هو ورا كل هذا الحكي؟ يعني عم بيحاول يعمل شعبية؟ هويام؟ ما بدي اياك تفكري بهيك شغلات ابدا. طيب بتمنى من كل قلبي انه ما حدا يسيء لك، وخاصة اذا كان من رعاياك. آخ يا إبراهيم، الحي إبراهيم. أنا ما بكون السلطانة هيام يا إبراهيم الظالم إذا ما انتقمت منك وورجيتك مين هي هيام. سلطانة هيام، يبدو أنه يعقوب أفندي رجع. هلأ وصلني الخبر. ولساتك واقف؟ يلا تحرك. انتبه، إياك تجيب سيرة هالموضوع لحدا، جيبه على قصر الرخام بالقارب. أمرك سلطانة. يعقوب أفندي. عم اسمعك سلطانة. بدي أطلب منك شغلة، إذا بتساوي اللي بدي إياه رح تاخد كتير ذهب. ورح أطمرك فيه. سلطانة هيام، شو هو المطلوب؟ بدي اياك تعمل لي سم، بس ما يكون هالسم بيقتل فورا. طلبي سم يمرض ويموت شوي شوي، وما بدي حكيم يقدر يعرف علة هالمريض، وما يكون له علاج ويكون بيوجع كتير. والشخص اللي بده ياخد السم مو منيح ابدا؟ مو منيح. ظالم؟ ايه كتير، اكتر ما بتتخيل. مو ممكن هالشخص يندم ويتراجع عن ظلمه. بدي شوفه قدام عيوني عم يدمل شوي شوي. خليه يموت على البطيء، بس لازم يتعذب كتير. يعقوب أفندي، فيك تساعدني؟ أنا سمعت عن سم بيطلع الروح شوي شوي، شو قلت فيك تعمل لي إياه؟ ولا ما بتقدر على هالشي؟ ممكن سلطانة، بس لا أقدر أعمل هذا السم. بالأول شوفي لي شو هو الغرض يلي بضل على طول مع هذا الشخص يلي بدك تسمميه وجيبي لي إياه. من دون هالغرض صعب أعمله. رح ساوي كل شي لجيب لك هالغرض لأخلص من إبراهيم. يلا تعيني لوفر. انت تركتي الولاد مع اسمه فوق؟ ها، تعالي معي.
سلطان وهيام اسمحي لي، الولاد صار وقت أكلهم. أي صحيح. يلا. سلطانة هيام أمريني. تعا. شو صار معك؟ أنا من شوي كنت هنيك، إبراهيم باشا مو موجود بغرفته، دقيت الباب بس الباب مقفول. إذا كان الأمر مهم كتير نبوصل له بالحرف الواحد شو ما بدك. مو مهم، أنا رح روح بنفسي. قصدك على قصر إبراهيم باشا؟ إذا بدك أنا بروح سلطانة. لا ما بدي، أنا بتصرف. ألفت لساعتها بالحديقة؟ إيه، معاها سلطانة ناهد دوران كمان. طيب ناولني هالصندوق. كأنه يعقوب ما فادك بشي سلطانة، بس ما يكون زعجك بشي؟ لا أبدا بالعكس، خلاني كتير انبسط، قصدي فادني. الحمد لله، يعقوب أفندي حيكون جاهز وبخدمتك إمتى ما بدك يا سلطانة، بس أشري لي بإصبعتك وأنا بخدمتك. سلطانة، ست ألفت. أهلا وسهلا يا سلطانة، تفضلي عدي. بالي مشغول على السلطانة خديجة، قليلي كيف صحتها؟ منيحة، الست فريال على طول معها، السلطانة مرتحت لها. نشكر الله، أنا مبسوطة بهالشي. يا ترى ليش فريال بالذات بعتوها لهنيك؟ السلطانة الأم أمرتهم يبعتوها. الست فريال رح تكون هنيك مفيدة أكتر من أنه تضل عنا بالقصر. اليوم لقيت هذا الحجاب، مولاي السلطان هداني هالحجاب وقت اللي حملت بمحمد. كتير حلو ومميز. مزبوط، ولادي اجوا كلهم بخير وسلامة، ويمكن بسبب هالحجاب وأواني كمان. والسلطانة خديجة بحملة هلأ أكيد بحاجته، وبهالحالة رح تعفي عنك. حلوة هاللفتة منك، عن جد الحجاب رح يحميها والسلطانة رح تحبه كتير. بكرة رح زورها للسلطانة خديجة. بتروحي معي ست ألفت؟ ليش لا؟ خلص بكرة بنروح مع بعضنا. مولاتي الأولاد ناموا، سلطانة في شي تاني بدك اياه مني؟ لا ما في، روحي. السلطانة هيام واقفة ببعض. تفضل. مولاي شو اللي جابك لعندي بهالوقت؟ مستحيل يجيني نوم إذا ما شفتك. أنا رايحة بكرة زور خديجة، رح أهديها هداك الحجاب،
بتتذكروا للحجاب يلي هديتني اياه وقت كنت حامي؟ ايه تذكرته. بدي اياكي على طول تزوريها للسلطانة خديجة. هذا أول ولد لإلها وكتير قلقاني، لهيك وجودك جنبها مهم كتير. على طول مشغول وما عم شوفك. أنا اشتقت لك. وأنا اشتقت لك. أنا ما بشبع من شوفتك أبدا يا مولاي، عم تغيب كتير عني. أنت حتى لو بتشوفيني كل لحظة ما راح تكوني رضياني. هذا هو العشق،